يا كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ معاذ؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ رمضان كريم عليك وعلى حبايبك. الله اكرم حبيبي، ربنا يخليك، وكل سنه وانت طيب، وكل الساده اللي بيتابعوك محترمين يعني. في القاهره ولا في المنصوره؟ عند الحبايب. لا في المنصوره. عند الحبايب يعني. فطرت ايه النهارده؟ محشي وبط ولا ايه؟ والله يا استاذ معاذ كلت جمبري النهارده. جمبري وفي المنصوره؟ انت رايح المنصوره يعني تاكل بط وتاكل محشي ورز معمر، صح ولا ايه؟ ما هو لسه بكره بقى يا زول المعاصي، الدنيا بكره. بألف هنا وشفا يا كابتن، بألف هنا وشفا، وربنا يخلي لك حبايبك كده في المنصوره دايما يا رب، وتنور الدنيا كده عند حبايبك واهلك يا رب. كابتن وليد، اتفرجت على مباراه الزمالك وسموحه؟ والله يعني هي مباراة جيدة، فوز معنوي مهم جدا قبل مباراة النادي الأهلي. أنا شايفها من الناحية المعنوية أكثر، وتاني حاجة من ناحية إن أنت برضه ماشي أول الدوري، والروح المعنوية بتاعتك مرتفعة، فده بالتالي هيأثر على مباراة الأهلي. لكن لو كان حصل اي حاجه كان المعنويات هتنخفض خالص، والروح هتنخفض بنسبه يعني، خصوصا زي ما بقول لحضرتك ان انت هتلعب الاهلي المباراه الجايه يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. فهو فوز معنوي اكتر منه يعني، اللي هو المنافسه على الدوري من وجهه نظري. ايوه يعني لسه الدوري طويل. ايوه فدي حاجه ايجابيه. لكن الاداء في الشوط الثاني اعتقد ان الشوط الثاني لازم اللعيبه يعني تشتغل على الحته دي اكتر، ان انت شايف استحواذ وسموحه ماسك الكوره، ولو كان في كثافه هجوميه لسموحه مع الاستحواذ ده كان هتبقى مشكله، زائد ان برضه في عواد شال الكوره خطر جدا. عواد فلازم نخلي بالنا من الحته دي، وده اللي حصل في مباراه الاهلي. خلي بالك يا استاذ معاذ في افريقيا برضه، ان انت في الشوط الثاني بمجرد ان انت فتحت خطوطك حصل الهدف اللي جه عن طريق قفشه. ايوه فدي لازم يعني نخلي بالنا من الموضوع ده كويس، ان انت مش عشان كسبان خلاص بترجع لنص ملعبك وبتبدا تدافع وتشتغل على الهجمه المرتده، خصوصا انت كمان ما بتستغلش الهجمات المرتده. الفرص يعني مروان حمدي النهارده يعني جات له فرصه سهله جدا ما عرفش يحطها بره، فلازم استغلال الفرص مع ان انت مش حته ان انت بتسيب الاستحواذ بقى وترجع في نص ملعبك، ده مش نادي الزمالك، مش ده. لان انت لو فرقه عامله عمق هجوم شويه او زي مع سموحه، ولو كان حسام حسن موجود قبل ما يمشي كان هيبقى في مشكله كبيره لنادي الزمالك. أيوة. انت لازم تشتغل على الحته دي، ان انت كسبت مش معنى ان انا كسبان ان انا خلاص هامن الشوط الثاني كله، لا ده لسه بدري، فانا أيوة. ببدا اهاجم واروح واسجل الفرص اللي هي بتجيلي عشان اقفل المباراه. أيوة. لكن انت بترجع بتمركز في نص ملعبك وتشتغل على الهجمه المرتده، طب انت ما بتستغلش الهجمه المرتده. أيوة. وفي نفس الوقت ان انت ما بتطلعش فرقتك نص الملعب تضبط في نص ملعبك، فده بيعمل ضغط عليك. أيوة. على المدافعين. فهي دي الحته السلبيه، حته الاستحواذ، وحته ان انت لازم تستغل الهجمات المرتده او الفرص اللي بتجيلك يعني. طيب انت رايك ايه النهارده في محمد عواد؟ وهل تراه بعد مباراتين هو الجدير بلعب مباراه القمه القادمه؟ انا شايف ان عواد ربنا كرمه وكان مظلوم الفتره اللي فاتت، وتقريبا انا كنت بتكلم في الموضوع ده كتير. الواحد اللي ما خدش فرصه في نادي الزمالك، وبالتالي اللي هو بقى له ماتشين اهوت يعني ربنا كرمه وماشي بخطى ثابته وبيحافظ على شباك نادي الزمالك يعني حاسس المكسب يعني ما فيش اخطاء برضه على عواد. فاعتقد ان هو طبعا بالمستوى اللي هو ماشي بيه ده طبعا يلعب مباراه القمه، لان ما ينفعش يغير كارتيرون في الوقت ان الراجل هو خد له ماتشين وربنا كرمه ماشي بشكل كويس. ايوه فما ينفعش ان انا اغير، لكن هو ده احنا عواد. وانت يا استاذ المعاطي كنت بتتكلم برضه وبتدي حق عواد بصراحه، كنت بتتكلم وبتقول الراجل ده مظلوم. صحيح. فبالتالي لا يعني هو الحمد لله اللي هو ربنا كرمه، وجمهور نادي الزمالك دلوقتي بيساندوا على فكره، كل الناس بتساندوا وهو كويس. الناس كمان زعلت من اللي حصل بين جنش وبين ابو جبل، يعني ما حسوش ان هم عندهم خوف على الفرقه. هو
وقلنا ان ما ينفعش ان يحصل في نادي الزمالك ما فيش حد يقعد احتياطي ويرفض اللي هو يقعد احتياطي لحد. دي كانت مشكله كبيره جدا. لكن اعتقد ان الفتره الاخيره دي العواد حاسم الموضوع بنسبه كبيره، اللي هو اللي واقف هو وهو ماشي بشكل كويس. فهو ياخد فرصته كامله لحد ما نشوف الامور هتمشي ازاي، لكن هو مش كويس دلوقتي. طيب عاوز اقول لك على حاجه، تتفق ولا تختلف معايا؟ طبعا. ان كره طارق حامد اللي دهس فيها رجل المدافع والفار طلب من الكابتن محمد الحنفي شوفه ولم يحتسبها ضرب الجزاء، اراها في رايي ضرب الجزاء وانذار. والله صور معاكي، انا مش هكذب عليك، انا ما شفتش اللقطه دي. ده فارم رجله لدرجه ان الولد قعد مكانه من الفارم، يعني عمل له فرمله، يعني ماشي على الخامس وقام مره واحده واقف دهس وش رجله بالشوز بتاعه، فانا شايفها ضرب الجزاء. والله يا استاذ المعافي يعني على وصفك طبعا تبقى فيها، لكن بتصدقني ايه؟ والله العظيم شفتها، والله العظيم كمان ما شفتها. طيب كيف ترى الاهلي والزمالك في مباراه القمه بعد الفوز 2-1 كل منهما على الاتحاد وسموحه ممثله محافظه الاسكندريه؟ يعني اقول لك يا استاذ المعافي، خلينا نتفق ان احنا اداء نادي الزمالك واداء الاهلي الفتره الاخيره متذبذب جدا، وفي عدم اقتناع من بعض الجمهوريه، يعني جمهور الاهلي وجمهور الزمالك على المدربين الاثنين صراحه يعني. لكن خلينا نقول ان مباراه الاهلي والزمالك دي مباراه خاصه او بطوله خاصه، ما تقدرش تحسم فيها مين اللي هيكسب. لكن على مستوى الفرقتين يا استاذ ابو المعاطي، يعني المستوى مش بقاله فتره كبيره بالنسبه للزمالك والاهلي مش ثابت. ايوه. او مش كويس. ايوه. فاتمنى ان مباراه القمه تبقى يعني الاداء فيها احسن من كده بكتير الفرقتين. ايوه. لكن انا 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 يعني معترض، او انا يعني شايف ان اداء الفرقتين انا نسبه كبيره متذبذب الفتره اللي فاتت. لكن ممكن يبقى المكسب بتاع الماتشين بتوع النهارده رفعوا بقى المعنويه للفرقتين. طيب مباراة القمة ما تقدرش تجزم فيها مين اللي هيكسب او مين اللي يعني اللي هيبقى فيه سيطرة أكتر ليه، لأن أنت عارف على طول المباريات دي ما تقدرش تجزم فيها مين اللي هيكسب. أيوه. بس أتمنى إن هي يبقى المستوى أعلى من كده من فرقتين، لأن مستوى الأداء الفني للزمالك والأهلي مش كويس الفترة الأخيرة. أنا رأيي أدائهم لا مش كويس. لا لا. ترجع بألف سلامة وسلمنا على كل حبايبك في المنصورة ونتقابل على كل خير يا كابتن وليد. مش عايز حاجة تبقى لك يا معاطي؟ سلمنا عليهم وبوس إيديهم وراسهم ونتقابل وسلمنا على شيحة. على الدكتور محمد شيحة، بيراميدز كسب 3-1 أهو. بيراميدز كسب 3-1. حول هزيمته بهدف إلى فوز على دجلة 3-1. هتلاقيه مفرحان دلوقتي وخد المكافأة على طول. خد المكافأة وتلاقيه جاي لك بقى. طب مش تقول لي الناس هو يقرب لك ايه؟ لا هو جوز اختي. جوز اختك على طول، دكتور محمد شيحه. واحد من الدكاتره المميزين في مصر، كان طبيب طلائع الجيش والان طبيب نادي بيراميدز منذ الموسم الماضي، واحد من الكفاءات المميزه جدا جدا جدا. جوز اخت كابتن وليد صلاح عبد اللطيف، ويا رب يسعدكم كده دايما يا كابتن وليد كاسره. ربنا يخليك يا كابتن. الله يحفظك. سلم على كل حبايبك وترجع بالف سلامه ونشوفك على خير يا كابتن. الله يخليك يا كابتن وليد، الله يحفظك، الله يكرمك، شكرا جزيلا، ألف شكر، مع ألف سلام، مع ألف سلام. طبعا أنا دايما يعني بقول بسأل الضيف رأيه إيه؟ بسأل الضيف رأيه إيه؟ أنا هنا أتراهن مع كل الزملكاوية حبايبي اللي بيفهموا كورة على كورة طارق حامد، أنا شايفها ضربة جزاء. اللي هو دهس فيها رجل اللعيب. دهسه. دي ضربة جزاء وانذار كمان. هتيجي تقول لي والله اصل كان يوماني، انا بيني وبينك المحلل التحكيمي اللي بيطلع يتكلم، كابتن بقى احمد الشناوي وكابتن سمير هم اللي عندهم اللقطات. كابتن ياسر عبد الرؤوف يا سيدي كمان. ليه هو دايس على رجله؟ دهس رجله. ففي ضربة جزاء سليمة لسموح، وفي رأيي ممكن ابقى صح وممكن ابقى غلط. لكن انا براهن الزملكاوية اللي يقول لي انها مش ضربه جزاء برهان بينا، بس يجي يسلم نفسه بكره في لايف الساعه 5 يقول لي يا انكل انت كنت صح وانا كنت غلط.